أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية دور الجمعيات والكيانات العاملة في إطار العمل الخيري، والتي تقدم المساعدات في المجالات التي لا تستطيع الحكومة الوفاء بها بمفردها. جاء ذلك خلال انطلاق المؤتمر الأول للتحالف الوطني للعمل الأهلي بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أوجه التحية والتقدير لكل الكيانات اللي بتمثل، مش التحالف بس، مش اللي جوه التحالف بس، لا، أنا كل الكيانات اللي بتعمل في العمل الخيري بوجه لها الشكر والتقدير باسمي وباسم كل المصريين، وده دور إحنا محتاجينه. إحنا محتاجين هذا الدور. النهاردة لما بيكون في مؤسسة مجتمع مدني بتشتغل، بتقوم بدور الحكومة مش هتقدر تقوم بيه بنفس الكفاءة. وأنا بتكلم بمنتهى الصراحة دكتور مصطفى، بالعكس، وإحنا بنعترف بكده ومحتاجينه. إحنا بنتكلم في أكتر من 50,000 جمعية موجودة في مصر، لكن أنا بتكلم تحديدا النهاردة على كيانات التحالف، وبقول مزيد من الكيانات الأخرى تنضم، لأن الدور المجمع المحشود أو المعبأ واللي متنسق ومتسيطر عليه بشكل كويس نتائجه زي ما احنا شفنا في العروض السابقة اللي اتعرضت، سواء على المستوى الاقتصادي أو على المستوى الصحي أو على المستويات الأخرى بتاعت الاجتماعية اللي بتتم. لا طبعا، الجهد المتنسق ده أو اللي التحالف بيقوم بيه واضح جدا جدا خلال السنة دي.